لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. موضوع الحلقة إن شاء الله نحن هناخد How to use CCleaner Professional as a Professional، إزاي نستخدم برنامج CCleaner كمحترفين. الناس كلها تعمل شير علشان نبدأ إن شاء الله المحاضرة بتاعت النهاردة. بنتكلم على موضوع جدا جدا قوي وبرنامج مميز جدا في برامج الصيانة. النهاردة بنتكلم على CCleaner، بس من CCleaner Free. احنا النهاردة هنتكلم على CCleaner Professional وعرض مميز جدا من افهم كمبيوتر للحصول على CCleaner Professional النسخة المدفوعة من CCleaner. كتير من الميزات وكتير من الخدع والاسرار اللي هنعرفها النهاردة، فعلشان كده ما تحرموش نفسكم، ما تحرموش الناس اللي بتحبوها من انها تتابع المحاضرة بتاعتنا النهاردة، كاست ان انتوا تعملوا شير من الرابط اللي قدامكم. طيب اوكي، الناس كلها تفتح الرابط اللي احنا حطناه دلوقتي، دليلك الكامل لبرنامج CCleaner Professional. ميرسي، ربنا يخليك. الناس كلها تفتح الرابط دلوقتي، واللي فتح الرابط يكتب بس واحد على الشات. كتير من برامج السنة اللي احنا استخدمناها وكتير من الامور اللي احنا نصحنا بيها على برنامج CCleaner، سواء لتجنب المشاكل او سواء لحلول المشاكل، احنا فعلا لقيناها في الجهاز بتاعنا. CCleaner يعتبر من اميز البرامج اللي ظهرت في الساحة لعلاج كتير من المشاكل، وللتخصص اللي هو بيبقى فيه او التخصص اللي هو محطوط فيه بالظبط. CCleaner يعتبر مميز جدا في تنظيف الجهاز. علشان الناس اللي ما تعرفش CCleaner، مين اللي ما يعرفش CCleaner؟ لا، اللي ما يعرفوش ما يعرفوش. رابط التحميل دلوقتي، هنشتغل على رابط التحميل، بس يا ريت بس تابعونا. الناس كلها عندها برنامج في الاخر خالص تعمل داونلود للبرنامج ده في اخر الموضوع خالص، هتلاقي عندكم كده الزرار داونلود، تعمل داونلود للبرنامج، واللي حمل البرنامج يعمل يكتب لي واحد بس على الشات. لا، دي حاجة تانية غير CCleaner. يعني نحمل البرنامج ده، البرنامج عشان ناخد العرض على فكرة هنا، فحملي. لا برضو يا برنس مارمر، دي حاجة غير CCleaner. يعني ده مش برنامج CCleaner، تمام؟ ده البرنامج عشان ناخد العرض. فكل الناس ياريت تحمل البرنامج، تمام؟ علشان من خلال البرنامج هناخد العرض. هتلاقوا شكل البرنامج. لا بص، البرنامج على فكرة بسيط جدا، يعني برنامج حوالي 200 كيلو يا نهى، مش حاجة قوية قوي يعني. الرابط في اخر الرابط، احط يا جمانة معلش الرابط على الموضوع تاني. لو دخلت على الموضوع يا استاذ اشرف، هتلاقي في اخر الموضوع زرار اسمه داونلود، اضغط عليه هتحمل الاداة. تمام، ميرسي يا جمانة، الشكر لله. احنا لسه مستنيين معظم الناس تحمل. عندك مشكلة، كويس اوي نوها، احنا مش فرحانين ان انت عندك مشكلة، بس احنا يعني ياريت نستأذنك ان تخلي المشكلة في الاخر. كله حمل الاداة اللي احنا حطينا الموضوع بتاعها. تمام، طيب افتحوا الاداة كلكم يا جماعة. انا هعمل شير اهوت، انا هعمل شير. اوكي تمام، اوكي هنبدأ. اولا احنا يا جماعة النهاردة، تمام يا رب، احنا قلنا ان النهاردة هنتعلم ازاي نستخدم برنامج CCleaner، وهو برنامج خاص بالصيانة، هيساعدنا كتير جدا ان احنا نسرع من اداء الكمبيوتر بتاعنا، هيساعدنا كتير جدا ان احنا نتجنب ونتخلص كمان من كتير من المشاكل اللي ممكن تقابلنا على البي سي الخاص بينا. اول حاجة طبعا الناس اللي ما عندهاش CCleaner هتضغط على تحميل البرنامج، هينقلنا على موقع perform.com. .com دي الشركة اللي بتنتج او اللي بتعمل CCleaner اساسا. عندنا نسختين، CCleaner Free و CCleaner Professional. الفري عامة ده اللي هنشتغل عليه وهنحوله Professional. اما لو جيت حملت Professional، لازم ان انت تدفع فلوس بالفيزا كارد وبايبال بتاعتك. فاحنا هنحمل الفري، وعلشان احمله دايركت او بلينك مباشر، هضغط على perform.com، اخر رابط تحت خالص. تمام، عامة انا افترض ان انا حملته already، هاجي بس على التابل مانجر. بعد ما حمله خليني اسطب. اوكي احنا نسطب البرنامج دلوقتي. طيب مش راضي ينزل عندك،
مش راضي ينزل ليا برنس مرمر. خلينا نحط لك الرابط بتاعه، تمام، لينك مباشر اهوت، تمام، وجربي تنزلي. طيب نرجع للمحاضرة مرة تانية. احنا نزلنا البرنامج في وضعية السيت اب دلوقتي. بص يا برنس مرمر، بس عشان ما تدوخليش نفسك، تابعي معانا اوكي. وبعد كده المشكلة بتاعت ان هو مش راضي ينزل، مش راضي يتسطب، ممكن دي نتناقش فيها بعد المحاضرة، بس عشان ما تفوتيش على نفسك المحاضرة النهاردة. بعد ما نزلت البرنامج، تمام، بعد ما نزلت البرنامج هفتحه او هسطبه. طبعا البرنامج فيه عربي، يعني انا اقدر اختار اللغة العربية، لكن نعم احنا لسه مستنيين حضرتك. لكن انا بنصح كل الناس ان هي تتعامل مع الانجليش، لان في يا جماعه تعبيرات هي اساسا انجليش، لما بتترجم لعربي يبقى شكلها 72% ومش بيكمل. احنا عندنا لسه اداه لحل مشاكل التحميل، لكن لسه ما نزلش يا استاذ صفوت، وعليكم السلام ورحمه. ف يعني تراي اجين، امسح الداونلود خالص وجرب من اول جديد، لسه بنبتدي فيها اهو بقالنا 10 دقايق. فزي ما قلنا برنامج سي كلينر برنامج صيانه. النهارده هنتعامل معاه كبروفيشنال، بعد ما حملناه هنبتدي نسطبه. البرنامج فيه لغه عربيه، لكن احنا نتعامل مع الانجليش، لان في تعبيرات او اكسبريشن او حاجات في اللغه الانجليزيه لو اترجمت للعربي هيبقى فيها مشكله كبيره قوي وانا بفهمها. يعني لو جيت قلت لك مثلا ريجستري، وجيت قلت لي يعني سجل النظام، انا واحد من الناس يعني هجيب كيس بلاستيك معايا لو انت قلت لي يعني سجل النظام وبتاع. يعني اخر رابط يا استاذ ما بيفتح عندي. بص يا شيرين، لينك ده، تمام، نزليه، ده لينك برنامج داونلودر الفري، ضغطي عليه هينزل لك، هيفتح لك داونلود مانجر مثلا تنزلي بيه، او هيفتح لك التحميل العادي، تمام. بعد ما اخترت اللغه، تمام، هعمل نيكست، بيفتح صفحه بيضاء هتلاقيه بينزل تحت، عشان انت بتستخدمي يا برنسس مرمر جوجل كروم، هتلاقيه بينزل تحت كده، بيلف دايره دايره تحت كده وكمل، تمام. اول ما يخلص تحميل تحت هتلاقيه اكتمل كده تحت. طيب طب اعمل ايه؟ طيب ثواني، طيب خلينا نجرب طريقه تانية. انا هفتح الجوجل كروم اهوت، واحط فيه الرابط من فوق، كوبي، واخدته بيست، وبعدين عملت انتر، تمام. هو فتح لي داول نود مانجر، او هتلاقوا تحت هنا في الصفحة عندكم تحت نهوت شريط ابيض تحت في اخر الويندو، شريط ابيض كده وبيحمل. وبعد ما يخلص تحميل ممكن تيجوا هنا من الثلاث شرط دول وتيجوا على حاجة اسمها داونلود، داونلود زايد، تفتحوها هتلاقوا فيها الـ التحميل. البرنامج بيحتاج نت تحميل اكيد يعني يا نوح. تمام معايا اوكي، تمام. شيرين وبرنس مرمر، ايه الدنيا؟ تمام يا مرو، مفيش حاجة نزلت، بشركم الله بالخير. انا مش فاهم حضرتك ايه الباد اللي انت عاملاه ده، نسيناه يعني، مش فاهم، ما ظبط، ما فيش شيء. طيب يا جماعه، بصي بصي يا برنس مرمر وشيرين، ركزوا معايا اوكي، وفي الاخر انا هقعد معاكم نحل المشكله دي اوكي، بس عشان ما نضيعش على الناس المحاضره، وعلشان ما نفوتش بس وقت كتير، فخلوا المشكلتين دول في الاخر، وانا هبعت لكم البرامج ان شاء الله، تمام. يعني مفيش طريقه لتحميل فولد. بعد ما حملنا البرنامج واخترنا الانجليش، هعمل نيكست. شويه خيارات هنا بيقول لنا هحط لك شورت كات على الديسك توب، هحط لك شورت كات على في قائمه الستارت منيو، هحط لك شورت كات على الريسايكل بين اول، لانه مش هيسطب كده يا فندم. ده رابط مباشر اهوت، تمام، لو سمحتي ده رابط مباشر تدخل عليه هتلاقيه نزل معاكي داونلود. انا مش فاهم حضرتك بتستفسر عن ايه، يبقى كامل، لا يحتاج للنت. ما هو كامل يا فندم، مش هحتاج نت، تمام. بعد ما اعمل تمام اوكي، هيضيف لي خيار في الريسايكل بين. يعني لو جيت كده على الريسايكل بين
عندي عملت كليك يمين هلاقي خيار هنا اسمه ران سي كلينر، هيفتح لي برنامج سي كلينر. حلو قوي، تمام، برافو. الخيار اللي بعده هتلاقي حاجه اسمها اوبن كلينر، يعني يفتح المنظف. الخيار الاخير بيقول لي افحص او اتاكد ان في نسخ جديده، انا هقول له انستول على طول. بعد ما يتسطب تمام هيديني خيارين، بيقول لي اظهر لك اخر تحديثات او اشغل برنامج سي كلينر. مره ثانيه شيرين وبرنس مارما ركزوا معايا، وفي الاخر احنا نحل المشكله. شوفوا الشرح الاول بعد كده نطبق. انا اشيل الخيار اللي تحت ده وهعمل run واضغط على finish. تمام، هيجي لي الشاشه اللي انتم شايفينها دلوقتي. هتكلم بس بالراحه علشان الناس تربط الصوت بالصوره. هنا بيقول لي انت عايز لي احتفظ لك بتسجيل دخولك للمواقع زي جيميل واوتلوك دوت كوم ان ياهو ميل. لو انت عملت نو هيعمل لك تسجيل خروج، ان هو هيمسح حاجه اسمها كوكيز. الكوكيز ديت عباره عن ملفات موجوده عندك في الجهاز بتحتوي على اليوزر نيم والباسورد. اول ما بتدخل موقع جيميل مثلا او موقع ياهو، موقع ياهو بيبص على الملف ده، لقاه موجود بيبص جواه، هل انت مسجل دخول عنده؟ هل انت مشترك عنده؟ لقاك مشترك يدخلك اوريدي على الاكونت بتاعك، مش مشترك خلاص ما بيقولك سجل دخول. تمام؟ فلو انت عملت يس هيمسح لك الكوكيز دي، هيحتفظ لك عفوا بالكوكيز. عملت نو هيمسحها لك. انا هقول له يس خليني محتفظ بتسجيل الدخول بتاعك. واجهة البرنامج الاساسية كل الناس شايفة معايا تمام؟ طيب اوكي، زي ما انتم شايفين احنا قلنا ده الاصدار المجاني. طب يعني يا عمرو انت قلت لنا اصدار مجاني واحنا عايزين الاصدار البروفيشنال في الحاجه اللي انت يعني الوعد اللي انت وعدته لنا، وبعدين كده مش هينفع خالص يعني الظريف. احنا دلوقتي هنحول الاصدار المجاني ده للاصدار البروفيشنال. اوكي، لكن عامة انا مش هقدر احوله معاكم علشان لازم نفصل الانترنت، فانا مش هينفع افصل الانترنت. عامة يعني هنعرف ازاي نحوله. هاجي هنا على تفعيل السي كلينر وهضغط على اللايك للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك علشان يفعل لي السي كلينر. اوكي، بعد ما تعمل لايك اوريدي على طول هيظهر لك قمت تسجيل الاعجاب، تضغط عليها. هيظهر لك بعد كده الاوبشن او الويند دي، بقول لك اول حاجه قم بفصل الانترنت، هتعمل فصل الانترنت. تمام، بعد كده ادخل بيانات التفعيل. طب ازاي هدخل بيانات التفعيل في البرنامج؟ هاجي على الاوبشن اللي تحت ديت، وهاجي منها على الاباوت، هلاقي حاجه اسمها ابجريد تو برو. ابجريد تو برو يعني رقي النسخه دي للنسخه البروفيشنال. اول ما اضغط عليها هيطلب مني النيم والباسورد. تمام، هروح على الاكتيفيشن بتاعي، هاخد كده النيم اهوت كوبي واحطه بيست، وهاخد الباسورد بالكامل في كيمين كوبي، وهاجي على اول خانه وهعمل كليك يمين وبيست. بعد كده هعمل ريجستر، بس طبعا عشان مش فاصل الانترنت فهو مش هيقبله مني. تمام، لازم افصل الانترنت. بعد ما اعمل ريجستر تمام هيقول لي مبروك انت عندك النسخه البروفيشنال. هرجع تاني للتولز بتاعتي وهعمل تفعيل الانترنت ومبروك عليك النسخه البروفيشنال، النسخه العيب من الانترنت عندك. لا الكاميرا مش شغاله لما اعمل شير. طب يعني حضرتك عايز ايه تاني؟ تلاقي التفعيل، التفعيل داخل التولز ديت. تمام، التولز دي تقدر تحملها من الموضوع اللي جومانا هتحط لنا الرابط بتاعه، تقدر تعمل منه تحميل لبرنامج. طيب التولز ديت هتلاقوها في الموضوع. اوكي، التولز ديت هتلاقوها في الموضوع، دي خاصه بالعرض. علشان تاخد العرض هتضغط على تفعيل سي كلينر، بعد ما تضغط عليه تعمل لايك. بعد ما تعمل لايك للصفحه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ال 200 كيلو بالظبط. هتعمل لايك، تعمل لايك، تعمل قمه تسجيل الاعجاب. تمام، اول ما تعمل قمه تسجيل الاعجاب هتلاقي التفعيل ظهر لك. اوكي، تفصل الانترنت، تدخل على برنامج السي كلينر، ومنه تدخل على الاوبشن، وبعدين تدخل على اباوت. من اباوت هتلاقي ابجريد تو برو. ابجريد تو برو،
upgrade to pro هيطلب منك name و license key. هو في رابط لازم ادخل عليه صح؟ ادخل على الرابط ده وحمل الاداة الخاصة بالعرض، الاداة الخاصة بالعرض عشان تحصل على العرض بتاعنا. تمام، هتدخل النيم والباسورد وانت فاصل الانترنت، بعد كده تعمل ريجستر، هقولك مبروك عليك سي كلينر بروفيشنال، بعد كده ترجع للاداة مرة تانية وتعمل تفعيل الانترنت ومبروك عليك سي كلينر بروفيشنال، سي كلينر النسخة الكاملة. تمام كده احنا حملنا او فعلنا النسخة بتاعت سي كلينر بروفيشنال، هتلاقي بقى تولز وهتلاقي اوبشنز اكتر بكتير. تمام نرجع مرة تانية للقوائم الاساسية، احنا دلوقتي هنشرح البرنامج. اوكي دلوقتي هنشرح القوائم الاساسية للبرنامج، احنا سبق قبل كده شرحناه كتير جدا والموضوع في شرح للقوائم بشكل مفصل، لكن احنا هنعيد مرة تانية. وسام وسيم في الاخر. تمام احنا هناخد مرة سريعة كده البرنامج. البرنامج خاص تنظيف مخلفات البرامج. يعني ايه تنظيف مخلفات البرامج؟ يعني اي برنامج بيبقى ليه مخلفات، عبارة عن ملفات كده بيشكلها، بيحط او بيخزن في الملفات دي شوية بيانات معينة، والمفروض ان هو بيمسح الملفات دي بعد ما بيقفل. في برامج بتسيب الملفات دي، فالملفات دي بتتراكم ملف ورا ملف فبيشكله مساحة على الجهاز. غير كده كمان في حاجة اسمها سجل النظام. سجل النظام ده زي قاعدة بيانات كده الويندوز بيخزن فيها بيانات معينة، في قيم كده بعد ما الويندوز يخزنها ما بيحتاجهاش مرة تانية، والويندوز دي يعمل فحص او بيجي يدور على قيمة معينة، بدل ما كان بيدور على قيمة معينة في وسط 20 قيمة ده بيدور في وسط 1000 قيمة، وفي وسط 1000 دول 500 انا مش محتاجهم، فلذلك لازم اتخلص منهم عن طريق التنظيف اللي خاص بالريجستري. بعد كده عندي علبة الادوات اللي هي اسمها تولز، فيها شوية ادوات جميلة جدا اقدر ان انا استفاد منها، وكل ده هنعرفه دلوقتي. اول حاجة الكلينر اللي هو المنظف، اقدر ان انا انظف لفات، خلينا في الاخر الاسئلة. اوكي عندي انترنت اكسبلورر، تمام اقدر انظف التمبرري انترنت فايلز اللي هي الملفات المؤقتة اللي بتنتج عن زيارة المواقع، الهيستوري اللي هي المواقع اللي زرتها، الكوكيز اللي هي الملفات اللي بترميها المواقع لو انا مسجل دخول، او الملفات اللي بترميها المواقع علشان تتعرف عليها لما ادخل عليها مرة تانية. ريسنت تايبد يو ار ال، يعني ايه ريسنت تايبد يو ار ال؟ لو انا رحت على مثلا اي متصفح عندي وكتبت مثلا فوق هنا حرف الجي، تمام هلاقي جوجل 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 مش عارف ايه، دي المواقع اللي بتبتدي بحرف جي انا كتبتها قبل كده. تمام انا كتبت موقع فبيسموها recent type URL او المواقع سابقة الكتابة. عندي index.dat files، في مواقع معينة لما بدخل عليها بتشكل ملف كده معين وبتحطه عندي على الجهاز. الملف ده فايدته علشان انا لما اجي اعمل ريفرش للصفحة مرة تانية ما تاخدش وقت طويل قوي وهي بتحمل، تعمل لي تحميل سريع تمام، او تعمل لي عرض سريع للمحتوى بتاعها لان انا كده كده كنت فاتحها قبل كده. last download location، لو انا عملت داونلود لملف عندي، لو جيت عملت داونلود لملف جديد هينزل في نفس المكان بتاع الملف الاولاني. ليه؟ لان الجهاز حفظ الملف او مسار الملف اللي انا كنت حافظ او عامل داونلود ليه قبل كده، تمام فبينزل فيه، فلو انا علمت هنا هيمسح لي المسار المحفوظ. اوتو كومبليت هيستوري، لما انت تدخل على تسجل في موقع مثلا وتيجي على خانه الايميل تكتب اول حرف من ميلك، بننصحك تستخدم الاداه. تمام ادي له رابط الموضوع معلش يا جمال. تمام نرجع مره ثانيه معلش. الاوتو كومبليت فورم هيستوري، لما انت تدخل على بيانات التسجيل وتكتب اول حرف من ميلك هتلاقي كل الايميلات ظهرت. ليه؟ اي بيانات انت وضعتها في الخانه ديت لما بتيجي تدخل على موقع تاني بيطلب منك نفس البيانات في نفس الخانه، في حاجه اسمها خاصيه الاكتمال التلقائي، يعني هو بيفتكر انت كتبت في خانه زي دي قبل كده فبيبتدي يخزن البيانات ديت عنده، ولما تيجي خانه جديده في موقع جديد بتطلب نفس البيانات بيظهر لك نفس البيانات دي. السيفد باسورد، لما انت تدخل على موقع وتدخل يوزر نيم والباسورد بتاعك بيظهر لك كده خانه فوق، سواء في الفايرفوكس في الانترنت اكسبلورر في جوجل كروم، بيقول لك انت عايز تحفظ الباسورد بتاعك ده. لو انت عملت له حفظ وتيجي تدخل على الموقع ده مره ثانيه لو ده كتبت الميل بتاعك تلاقي الباسورد اتكتب تلقائيا، ده اسمه حفظ الباسوردات التلقائي. تمام طيب الويندوز اكسبلورر ده بيشمل
قائمة ستارت وبيشمل قائمة التاسك مانجر. تمام، التاسك مانجر، عفوا التاسك بار. مرض بقى يلاقيك شوف شر المرض. قائمة ستارت والتاسك بار اللي تحت. تمام، طيب تعال نشوف هو موجود فيهم ايه. recent documents، recent documents دي كل الملفات اللي انا فتحتها قبل كده. لو جيت على قائمة ستارت ممكن تلاقي عندك هنا حاجة اسمها recent documents، هتلاقي فيها اي ملف انت فتحته قبل كده. تمام، لو انا عايز اشيل الملفات اللي انا فتحتها قبل كده بعلم على الخيار ده. الرن، الناس اللي عارفة الرن والناس اللي بتتعامل مع الرن بشكل كبير وبتكتب فيها اوامر، الاوامر دي قائمة الاوامر اللي انا عايز اتخلص منها. هتخلص منها ازاي؟ مجرد ان انا علمت على العلامة دي كل حاجة كتبتها في الرن هتتشال. other explorer MRUS دي مش هممنا قوي ان احنا ندرس. subnulls cache، يعني ايه subnulls cache؟ لو انا مثلا جيت على جيت ايه داونلود، تمام داونلود، شايفين الصورة دي يا جماعة؟ الصورة دي عايز عليها جدا يعني. تمام، شايفين الصورة دي؟ أكلة إيطالي، مكرونة باكرون تقريبا، مش فاكر اسمها ايه. المهم يعني لو انا جيت استعرضت الصور بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بالعرض المصغر ده، في ملفات دي اللي بتتكون كده في الجنب. تمام، اسمها سبنلز. زي ده مثلا، ملف دل بيحتوي على بيانات الصورة بالعرض المصغر ده، شكل مصغر ليها وحجمها قد ايه ومكانها فين والكلام ده كله. الموضوع ده بياخد من مساحة الجهاز، لان مثلا ملفات الديل دي ممكن توصل حجمها ل 200 كيلو، غير كده ممكن يوصل حجمها في الفولدر الواحد ل 20 ملف. تمام، طب انا مسحت الصور لكن الملفات دي ما بتتمسحش، طيب حلها ايه؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. تمام، لا مكرونة باللحمة، لا مش مكرونة باللحمة، طريقة التفعيل تاني، هنشرح كل الكلام ده معلش يا أستاذ أشرف خليفة الآخر. تمام، أوكي نرجع مرة تاني. فزي ما قلنا الصابنة الانتكاش ديت ملفات الدل اللي بتنتج عن استعراض الصور فبشيلها. تاسك جامب ليست، يعني ايه تاسك جامب ليست؟ لو انا جيت عملت كده كليك يمين على ال ايه يا ربي، على ال قولوا معايا على الفايرفوكس، تمام، هلاقي قائمه كده ظهرت لي، القائمه دي اسمها الجامب ليست بتاعتي. تمام، لو انا عايز اشيل القائمه دي بعمل ايه؟ او اي قائمه مثلا دي اسمها قائمه جامب ليست مثلا، لو جيت كده على الدولت مانجر على جوجل كروم مثلا هلاقي شويه مواقع موست فيزيتد. لو انا هشيل الحاجات دي اعمل ايه؟ ممكن اعمل كليك يمين واختار مثلا ريموف، او اعلم هنا على التاسك بار جامب ليست. تمام، وهي شغلي. نتورك باسورد، لو انا عندي جهاز على الشبكه، تمام، في اجهزه معايا على الشبكه اهيت مثلا، وانا بدخل على الجهاز ده كل شويه والجهاز ده كل شويه بيطلب مني يوزر نيم وباسورد وانا بكتبهم له، ومش عايز حد يفتكر اليوزر نيم والباسورد او يدخل على الجهاز ده، لازم اشيل النتورك باسوردز او خيارات الباسوردز الموجوده في النتورك. الحاجه اللي بعد كده هي السيستم. اول حاجه هيفضي لي الريسايكل بن، هيفضي لي التمبري فايلز اللي هي الملفات المؤقته، الكليب بورد، الكليب بورد ديت اللي هي الذاكره المؤقته. لو انا خدت اي حاجه كوبي كده، الكوبي دي بيتعان في ذاكره كده معينه اسمها الكليب بورد. تمام، ميموري دامبس، ميموري دامبس ديت اللي هي اقطاء الرامات، بيتكون كده ملف ليها، بيتكتب في الملف ده الخطا الفلاني في الساعه الفلانيه في الكلام ده كله، وبتشكل في الملف ده ريبورت. طب وانا كل بقى خطا اتعمل لي ريبورت، والريبورتات دي تاخد من مساحه الجهاز ليه يعني؟ تشيك فايل فريجنت، يعني ايه؟ الفحص او تقارير فحص الهاردات مثلا، في حاجه اسمها الغاء التجزاء كده، مش عارف يعني ايه الغاء التجزاء. نور معانا، انا شايف نور بتعمل تسجيل دخول من شويه. نور معانا. طيب يا جماعه انا معلش، اكتبي لنا اكتبي على السيرش بتاع افهم الغاء التجزاء. تمام، هتلاقي دروس كتير بتتكلم عن الغاء التجزاء، بس معلش اجيبها لنا. طيب اوكي بنرجع مرة تانية. الويندوز لوج فايل دي اخطاء او تقارير اخطاء الويندوز بشيلها برضو. ويندوز اير ريبورتنج دي اخطاء الويندوز بشيلها. دي ان اس كاش، افصل الانترنت، لازم تفصل الانترنت. تمام،
قلنا مليون مرة لازم تفصل الانترنت عشان تفعلوه. طيب اوكي. دي نس كاش. يعني ايه دي نس كاش؟ اي موقع انت بتزوره عبارة عن لينك جوجل دوت كوم، تمام؟ اللينك ده بيتحول لاي بي. طيب الاي بي ده بيتجاب ازاي؟ الويندوز بيطلع يدور على الجوجل دوت كوم ده اي بي وكام، وبعدين يجيبه فيحطه في الذاكرة كده اسمها دي ان اس. الدي ان اس ديت كل المواقع اللي انت بتزورها بتتخزن فيها. تخيل انت 100,000 موقع بتخزن مثلا في الدي ان اس دي. فقبل ما الموقع او قبل ما الجهاز يطلع يدور على الورلد وايد ويب او يدور على الشبكه، بيدور في التقارير او في السجل بتاع الدي ان اس ده، طب عشان يشوف هل الموقع ده متسجل عنده قبل كده ولا لا. بدل ما يدور في 20 موقع بيدور في مليون موقع. ممكن تدخلت الموقع اللي متسجل في الدي ان اس ده مره واحده بس، تمام؟ فتنظيفه بيخلي تسريع الانترنت وتسريع زيارة المواقع أقوى بكتير جدا. الفونت كاش لو أنت بتستخدم خط معين بشكل كبير مثلا فوتوشوب بيعمل كاش جنبه أو بيعمل ملف كده احتياطي جنبه، ممكن تستخدمه مرة واحدة والكاش ده يفضل. فأنا ليه أسيب الكاش؟ الستارت ميني شورت كات. أول ما بتستخدم أي برنامج، تمام، بيحط نفسه كده كموست يوزد أو كمستخدم بشكل أكبر في الستارت مينيو. طبعا عشان اشيله من القايمه دي لازم اعمل كليك يمين، بلا لا كتير، لازم اعمل كليك يمين واختار الموف فروم ذيس ليست اشيله. طب ايه الحل الاسهل عندي؟ ان انا اعلم على الستارت مينيو دي واشيله. طيب بعد كده ديسك توب شورت كات. اي شورت كات موجود على الديسك توب بقت ورقه بيضاء، بقت مش شغال الكلام ده كله. الادفانسد دي يا جماعه انا بنصح كل الناس تحط عليها اوكي كلها، تمام، ما عدا اخر واحده بس، تمام. طيب حلو قوي. بعد كده انا حددت القائمه الاساسيه عند الابلكيشن، انت تحدد منها زي ما انت عاوز، يعني حدد منها زي ما انت عاوز. يعني انا بقول للناس as like، يعني اشرح دي ولا تتابعوها في الفيديوهات؟ مش الموضوع كبير قوي، نشرحها يا جماعة ولا انتوا تقدروا تتابعوها في الشرح الموجود على الموضوع نفسه؟ طب كويس اوي. طيب اوكي، دي القايمة تقدروا تختاروا منها اللي انتوا عاوزينه او اللي يناسب اختياراتكم. الريجستري انت طبعا هتعمله انالايز عشان يحلل ال هيشيل قد ايه وايه الحاجات اللي هيشيلها، تمام، وعشان تبدأوا التنظيف هتعملوا ران كلين. الريجستري نفس الفكره برضه، ده سجل النظام ودي الخانات بتاعت سجل النظام اللي هيبتدي يعمل فحص ليها ويشوف القيم المش تمام، ويبتدي ان هو يشتغل على القيم دي ويبحث فيها هل في قيمه مثلا ما فيهاش بيانات، هل في قيمه ما عادش بتستخدم، ويبتدي يحطها لك هنا، تمام. اول ما تعمل سكان فور ايشوز، تمام، هيبتدي هو يفحص لك القيم، وبعد ما ينتهي من فحص القيم قال لك خلاص انا فحصت لك القيم بتاعتك، تمام. طبعا خلينا نكمل. هو هنا مثلا لقى قيمتين هم، انا اقول له fix selected issues او افحص لي المشاكل. هيقول لي انت عايز تاخد نسخه احتياطيه من المفاتيح دي او من القيم دي؟ اقول له لا مش عايز اخد نسخه. ممكن تفحص مشكله عن طريق fix issues ديت، ويجيب لك بيانات المشكله فوق ويقول لك الحل بتاعها solution delete this register value، يعني الحل بتاعها انه يمسح القيمه دي، او تفحص كل القيم ان تضغط على fixed all. طبعا موضوع فحص الريجستري ده مهم جدا لانه بيفيدك في تسريع الجهاز بشكل كبير جدا. طيب التولز قائمه او علبه الادوات. الان انستول ده زي مزيل البرامج كده، زي لما تروح على كنترول بانل وتجيب مش عارف اسمها ايه في اكس بي، لكن هي اسمها بروجرام عامه. يعني لو انت عايز تشيل البرنامج بتروح على كنترول بانل وتجيب ازاله البرامج من جواه. ده مزيل البرامج بس مع امكانيات ممكن يمسح حاجة تبوظ حاجة تانية. لا لا يا غالي، لا 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 طبعا، ملوش أضرار خالص، هما مش بيلعبوا يعني، تمام. أوكي هنرجع مرة تانية للموضوع بتاعنا. أني صراحة ما أسكت الله لك حسن. هذا remove program صح، ميرسي، تمام. زي ما انتوا شايفين عندي اوبشن اهوت ان انستول، تمام، اقدر ان انا ران ان انستول اشيله. رينيم انتري، رينيم انتري يعني اسمي، تمام.
اسمي البرنامج من هنا، يعني مثلا اسمي البرنامج في قائمه الايه، البرامج القابله للازاله. ديليت انتري يعني اشيله خالص من القائمه علشان ما حدش يقدر يشيله. سيف تو تكست فايل، احفظ كل البرامج دي في ملف نص. الستارت اب، ودي حاجه مهمه قوي، دي البرامج اللي بتبتدي مع بدايه التشغيل، مع بدايه تشغيل ويندوز. اقدر ان انا اعمل انيبل لبرنامج، اعمل له تفعيل او عدم تفعيل، او اشيله تماما، او احفظ كل البرامج ديت في ملف تكست. انترنت اكسبلورر وفايرفوكس وجوجل كروم دي الاضافات المثبته على الثلاث متصفحات، واقدر اتعامل معاها برضه ديسيبل وانيبل او ديليت خالص. السكادجول تاسكس دي المهام المجدوله، يعني الويندوز بيجدول مهمه كده، بيقول في اليوم الفلاني لو سمحت اعمل ابديت، في اليوم الفلاني لو سمحت، او البرامج عامه بتجدول مهمه نفسها، مثلا برنامج زي سي كلينر اهوت بيجدول مهمه بيقول في اليوم الفلاني لو سمحت اعمل تشيك ابديت، يعني افحص ال اذا كان في ابديت ولا لا. تمام، اقدر ان انا اشيل مهمه او ادلت مهمه او اعمل انيبل او ديسيبل لمهمه من هنا، او احفظ كل المهام في تكست. تعالوا في حاجه تانية، الكونتكست منيو دي حاجه حلوه قوي. تمام، الكليك يمين تقدر تتحكم في الكليك يمين من هنا، لو في حاجه في الكليك يمين مش عاجباك تقدر تشيلها، في حاجه كليك في الكليك يمين مش عاجباك تدور عليها هنا في القائمه وتشيلها. تمام، تعمل انيبل او ديسيبل او ديليت. الفايل فايندر دي حاجه حلوه قوي كمان، سيرش فور دوبليكيتد فايل، يعني افحص عن الملفات المتشابهه. طب هيفحص لك عن الملفات اللي زي بعض بالاسم، ولا زي بعض بالحجم، ولا زي بعض موديفايد ديت بتاريخ التعديل، وهي اجنور هيتجاهل ايه الملفات بقى اللي هي حجمها زيرو، الملفات اللي اكبر من 1 ميجا بايت، ملفات النظام، الملفات المخفيه، الريد اونلي اللي هي قابله للقراءه فقط ما ينفعش اعدل عليها. طبعا ديت البارتيشنات هيحطها لك في الدعم يا استاذ، دي البارتيشنات اللي هيفحص فيها. تمام، اكسكلود اللي هي تضمين، تضمين اللغه العربيه صعبه قوي. تمام، ممكن اعمل اد واحط له كمان فولدر واقول له ابحث لي في الفولدر ده عن الملفات اللي زي بعض، كمان اقدر احط له الامتدادات الاكستنشن. يعني سيستم ريستور دي اقدر ارجع الويندوز او نقطه معينه انا كنت عاملها في الـ في الـ في الجهاز بتاعي. درايفر وايب، درايفر ويبر، عفوا كل شويه اتلخبط فيه، درايفر ويبر دي حاجه حلوه قوي كمان. تمام، مين فينا باع جهاز قديم عنده كان خايف ان البيانات اللي عليه حد يجي كده باي برنامج ريكفري او اي برنامج استرجاع يرجع بقى الصور ويشوف حاجات البيضة يعني. تمام، طيب خلينا نشوف الفكرة ايه. مين كان بيحضر معانا ستارت ويندوز من الاول وحضر معانا الكلاستر؟ مين كان بيحضر معانا؟ مين حضر معانا ستارت ويندوز فاكر يعني ايه كلاستر؟ بجد اللي هيقول لي يعني ايه كلاستر دلوقتي والله العظيم، هو لو من القاهرة ليه كارت شحن ب 10 وفنيل او رافون او اتصالات، يلا عشان ما حد حوش. تمام، لا شاطرين. طيب الكلاستر ديت جمانة، معلش الهارد، لا يا استاذ اشرف للاسف. طيب الكلاستر دي اصغر وحدة تخزينية في الهارد، عشان بس نتابع، خلينا نرسم لكم على ال على تابع جديد احسن، نقفل بس ولا خلي الشير. الهارد عبارة عن شوية اسطوانات كده فوق بعض. هناخد اسطوانة من نوم، اسطوانة هي الاسطوانة دي متقسمة لشوية دوائر. تمام، الدوائر دي اسمها تراك كلاستر، كل مربع من احنا هناخده مثلا شكل اكبر اهوت متقسم لشوية مربعات صغيرة. تمام، المربعات الصغيرة ديت اسمها سيكتور، سيكتور لا تخفي كل الملفات، الغي كل البارتيشنات، ما هو هيرجع كل البارتيشنات، يعني هو هيحط ملفاته فين يعني. تمام، في تقطيع. طيب احنا هنلغي ال، عامة المربع الصغير ده أصغر وحدة تخزينية في الهارد اسمه سيكتور. السيكتور ده عامل زي الكوباية بالظبط اهوت، وأنا أفترض إن أنا عندي صورة جميلة اهيت زي صورة المكرونة البكروني أنا لسه عاملها. تمام، ادي الصورة،
عندي. انا الصورة دي خزنتها عندي اهوت على الكلاستر دي، على الوحدة التخزينية دي، تمام. ادي الصورة خدت كل الحيزة. طب حلو اوي. لما انا جيت دلوقتي ورحت عامل خلاص انا هبيع الجهاز ودلت الصورة ديت، الصورة خلاص هيفضل اجزاء من البيانات بتاعت الصورة دي بتحتل جزء من الكلاستر، محفوظة كده على الكلاستر، تمام. اي برنامج ريكفري، لو انا جبت برنامج ريكفري، تمام، يا رب بس تكونوا فاهمين اللي انا بشرحه، خطي مش قد كده. لو انا جبت اي برنامج ريكفري هيقدر يرجع لي الصورة دي مرة تانية. طب حلها ايه؟ حلها ان انا اكتب او احط بيانات واشيل بيانات، احط بيانات واشيل بيانات من على الكلاستر دي، يعني اكتب عليها اكتر من مرة او احط فيها اكتر من مرة علشان الداتا اللي محفوظة جواها ديت ما تبقاش موجودة، يتحط بدلها بيانات تانية. يعني مثلا زي ما انا مثلا كم القميص بتاعي تعاص مثلا مانجا، عشان اخفي اثار المانجا اقعد اجيب حته شوكولاته واقعد اني امشي عليها كده عشان اثار المانجا تضيع، تمام. فازاي هنعمل موضوع الشوكولاته ده؟ هنعمله بحاجه اسمها ال درايفر ويبر. درايفر ويبر دي ميزتها ايه؟ ان هي بتكتب على الكلاستر اكتر من مره، تكتب على الكلاستر اكتر من مره، بحيث اي برنامج ما يقدرش يسترجع الايه الداتا اللي كانت محطوطه على المكان ده قبل كده. حدد البارتيشن اللي انت عاوزه، اختار الويبر، انت عايز ايه فري سبيس، عايز تتاكد ان المساحه الفاضيه محدش يقدر يسترجع من عليها اي بيانات، تعمل لها سكان للمساحه الفاضيه بس، او انتر داتا درايف اول داتا ويل بي ايرسد، يعني ايه هيقدر ان هو يعدي على كل البيانات ويقدر ان هو يمسح، مش هيعمل فورميت، مش هيشيل لك الحاجات بتاعتك، يقدر يتاكد ان كل الداتا اللي على الكلاسترز ديت مفيش تحتها اي داتا تانية يقدر حد يسترجعها، تمام. بعد كده هتختار طريقه المسح، هل انت عايزه يكتب لك مره واحده، يعني يحط بيانات ويشيلها مره واحده بس، 3 مرات، 7 مرات، 35 مره، وكل مره سيمبل اوفر رايت، هيكتب لك بشكل بسيط، ادفانسد اوفر رايت، كومبلكس اوفر رايت، very complex overwrite، لما يقعد يكتب 35 مره. طبعا الموضوع 35 ده بياخد وقت شويه، تمام. فموضوع درايفر ويب ده مهم قوي للي بيبيع جهازه او اللي عايز يدمر الداتا بتاعته عشان ما حدش يقدر يسترجعها مره تانية. اوكي، طبعا الاوبشن ديت حاجات خاصه بالبرنامج، السيتنج، اللغه، تمام، عايز شغل البرنامج اول ما يبتدي، عايز تحط اوبشن كده على ريسايكل بين زي ما قلنا، عايز تخليه يفحص التحديثات، الازاله بتاعته، تمام، عايز لما يشيل الملفات دي يشيلها بطريقه عاديه، عايز يشيلها بطريقه بسيطه ويعمل عليها زي موضوع الدرايفر ويب، انه يكتب عليها مره 3 7 35 مره، تمام. تحدد البارتيشن اللي هو هيعمل عليه ويب. الكوكيز دي البيانات اللي بيحفظها الموقع او البرنامج بيحفظها. عندك حاجه اسمها كوكيز تو كيب وكوكيز تو ديليت، يعني المواقع اللي هيحتفظ بالكوكيز بتاعتها، يعني اللي مثلا لو هتدخل عليها مش هيمسح لك البيانات تسجيل الدخول، الكوكيز دي اللي مش هيتعامل معاها، تمام، او اللي مش هيمسحها، ودي اللي هيمسحها، اوكي، او دي اللي موجوده على الجهاز كده كده اوريدي وهيمسحها. طيب لو انت عندك موقع يهمك وعايز تنقله لمنطقه الامان زي ما بيقولوا، هتعمل هنا تضغط على الزر ده، عايز تنقل الموقع من هنا لهنا تضغط على ايه زر ده انكلود. ده حاجه مهمه قوي، لو انت عايز تعمل كاستمايز فايلز تو ديليت اند فولدر تو امبيتي، احنا قلنا ان التنظيف ده بينظف حتت معينه في الجهاز. طب لو انا عندي فولدر كده معين وعايز يتنظف مع الكلين، لما اضغط كلين هعمل اد، تمام، وهضيف الفولدر اهوت، تمام، او هضيف شويه فايل معين واقول له لو سمحت شيل لي الفولدر ده او الملفات، بس شيل لي الملفات والسب فولدر والفولدرات اللي جوه الفولدر ده، شيل لي الملفات والفولدرز والفولدرات اللي جواه والفولدر نفسه عفوا، يعني عندي فولدر جواه ملفات وجواه فولدرات، شيل الملفات ديت وشيل الفولدرات اللي جواه، شيل الفولدر نفسه، تمام. حلو قوي. بعد كده اكسكلود انكلود، يعني طب مين اكسكلود؟ يعني تجاهل، تمام. فايلز اند فولدرز تو اكسكلود، انا هاجي هنا اعمل اد، لو انا عايزه بقى ما يمسحش فولدر معين اعمل ايه؟ هحط مسار الفولدر هنا او احط مسار الفايل هنا،
او احط مسار مفتاح الريجستري هنا عشان ما يمسحوش، واقول له تجاهل كل الملفات او تجاهل نوعيه معينه من الملفات بامتدادها مثلا. حلو، الادفانسد ديت ده خيارات مهمه قوي للي عايز يتعامل فيها ادفانسد. هنا بقول له مثلا شو ريزلتس ان ديليتد فيو، يعني اظهر لي كل معلومات الازاله تمام في تقرير. only delete files in same folder older than 24 hours، يعني امسح لي الملفات المش مهمه اللي عدى عليها 24 ساعه. الخيار الثاني امسح لي الملفات اللي في الريسايكل بن اللي عدى عليها 24 ساعه. انا كده كده ما وديش حاجه للريسايكل بن وانا متاكد عامه يعني ان هي هتلزمني تاني، فلا ما بحددوش. هايد وورنينج مسج، اخفي لي رسائل الخطر او رسائل التنبيه، لا انا عايزه يظهر لي تنبيهات دايما اعرف الدنيا ماشيه ازاي. كلوز بروجرام افتر كليننج، اقفل البرنامج بعد التنظيف، لا عايزه ما يقفلوش. شو برومبت تو باك جراوند ريجستري ايشوز، تمام اظهر لي او قول لي ان انا عايز تعرض عليا ان انت تاخد نسخه من الريجستري دي، تمام يعني زي ما قلنا لما عملت تكليل الريجستري قال لك عايز تاخد نسخه ولا لا، قلت له لا مش عايز، فدايما بيعرض عليك ان هو ياخد نسخه ولا لا. مينيمايز تو سيستم تري، لو انت عملت مينيمايز تو سيستم تري عشان يفضل هنا موجود جنب الساعه. هاتش اتركل سيف اول سيتنجز تو اي ان اي، احفظ كل الاعدادات داخل ملف اي ان اي عشان تقدر تسترجعه مره ثانيه لو انت عملت. طيب اسكيب يوزر اكونت كنترول ورنينج، يعني تخطى التحذيرات اللي بيقول لك عليها المستخدم. يعني مش كل شويه يقول لي خلي بالك انت تمسح ملف ليه، از لايك انت عايز تشيلها او عايز تحطها. انيبل ويندوز جامب ليست تاسكس، عايز ان انت تفعل قائمه الجامب ليست. يعني ايه قائمه الجامب ليست؟ هم عندهم قائمه جامب ليست كده، تفتح البرنامج نفسه اقدر اثبته واقدر اجيب اي حاجه منه مباشره، الكلينر ريجستري تولز الاوبشنز الحاجات دي كلها. طيب مره ثانيه النهارده كنا بنتكلم على how to use C cleaner professional as a professional، ازاي نستخدم برنامج C cleaner الكامل كمحترفين. اول حاجه حملنا البرنامج، بعد كده فعلنا البرنامج عن طريق ضغط على تفعيل البرنامج، وبعد كده عملنا لايك. بعد ما عملنا لايك عملنا تسجيل الدخول، بعد تسجيل الدخول هلاقي معلومات تسجيل الدخول قدامي تمام. ازاي دخلناها في البرنامج عندنا؟ لما رحنا البرنامج وجينا على كلمه اوبشن، ومن اوبشن جينا على اباوت، ومن اباوت جينا على حاجه اسمها ابجريد تو برو، فصلنا الانترنت ودخلنا بيانات التسجيل وعملنا ريجستر. بعد كده بقى عملنا الاصدار الكامل، عملنا اعاده للانترنت مره ثانيه عن طريق الاداه. بعد كده بقى عملنا الاصدار الكامل من سي كلينر، اقدر ان انا اعمل كلين ده لازاله الملفات، ريجستري لفحص سجل النظام زي ما بيقولوا، مش عارف انا اقول الكلمه دي بتضايق. التولز دي قايمه فيها ادوات انستول ازاله البرامج، ستارت اب، تحكم في برامج بيت التشغيل، والتحكم في اضافات المتصفحات، وفي المهام المجدوله على الجهاز، وفي قائمه الكليك يمين. الفايل فايندر اداه اقدر من خلالها الاقي الملفات المتشابهه. السيستم ريستور اقدر ارجع الويندوز لوقت سابق. درايفر ويب او ويبر بغلط فيها كل مره، درايفر ويبر اقدر ان انا اطمن على الداتا بتاعتي اللي محدش يقدر يستخدمها مره ثانيه او يسترجعها باي برنامج ريكفري. على العموم السيشن بتاعتنا خلصت، احنا دلوقتي هنتنقل لفقره الاسئله، سواء اسئله على المحاضره نفسها النهارده او اسئله عامه على ستارت ويندوز او على الكمبيوتر بشكل عام. المحاضره 36 يا فندم باين قدام حضرتك، صفحه بتظهر عندي بدايه كل متصفح عايز تشيلها. يعني تقدر تستخدم اداه، في اداه اسمها ستاكنج هوم بيج موجود على افهم كمبيوتر تمام، ممكن تجيبها لنا يا جمانه معلش لو سمحت، هتلاقيها في قائمه البرامج. تخلص من صفحات البداية العالقة. هل يوجد دورات هاردوير؟ لا يا فندم ما بدأناش هاردوير. أنا عاوز لينك تحميل برنامج، أنا عاوز لينك CS6. We are sorry، ممكن يعني حضرتك تطرحي السؤال ده على افهم تمام، أو تطرحيه في الفان بيج بتاعتنا، هما يساعدوك هناك، احنا هنا مش بنتعامل مع الفوتوشوب. طيب هي بيقول لك بينبهك يا عماد إن البرنامج هيتعامل مع ملفات خاصة بالسيستم وهيشيلها تمام. انت متاكد انت تنفذ العمليه؟ هي مش ملفات خاصه بالسيستم، هو بيعتبر ان الصاب نيرز والتمبرري فايلز الحاجات دي حاجات خاصه بالسيستم تمام، فما تخافش اعمل يس. معلش اي اداه
هتلاقي في ادخل على موقع افهم كمبيوتر، هتلاقي في افهم كمبيوتر اداة اسمها في البرامج يعني ستاكنج هوم بيج. انا عايز احفظ فيديو على اليوتيوب على اللابتوب عندي ازاي. سهل قوي يا رندا. بصي انت بتستخدمي برنامج انترنت داونلود مانجر، اول ما بتستطبيه عندك على الجهاز بيظهر لك على المتصفح فوق خيار كده اسمه داونلود، تمام؟ بعد ما بتلاقي الداونلود ده بتضغط عليه بينزل لك الفيديو عادي. لو مش عارف هيحط لك السكايبي والفيس بتاعي، بس ادمي وانا هديك الرابط بتاعه. لو سمحت انا مسطب نسخه 7، لما باجي اشغل عليها برامج جرافيك بيقرا لي كارت الشاشه الداخلي 128 و1 جي. اعمل ابجريد او ابديت لتعريف كارت الشاشه. سطب اوبن جيل حده 4 ان شاء الله 9.5. شوف كارت الشاشه بتاع حضرتك نوعه ايه، تمام، وادخل على الويب سايت او تحمل حاجه اسمها درايفر باك سولوشن، او تدخل على افهم في قسم الدروس هتلاقي كيفيه الحصول على التعريفات باسهل طريقه، تمام. ويرجو مانا تساعدنا في ده. معلش انا اسف، لا تحت امر. معايا المحاضرات حده 4.9. يعني انت مثلا جهاز تقيل معاك، فالجهاز تقيل لازم تستخدمي برنامج صيانه زي مثلا ادفانس سيستم كير او سي كلينر. بيظهر لك رساله خطا، لازم تعرفي محتوى رساله الخطا دي ايه. ترى رساله الخطا دي كلامها وتحطيه على جوجل، تمام، تبتدي تتابعي. لا هو تلقائي بيمسح، لكن عامه يعني هو كده كده بيقول انا مش همسح الملفات غير اللي عدى عليها 24 ساعه. لان سي مثلا انت قاعده على الجهاز وبتستخدمي مثلا برنامج وهو حاطط ملف معين، والبرنامج السي كلينر اعتبره ملف ملوش لازمه، تمام، فهو بعد ما عدى 24 ساعه كده كده هتكون قفلت كل البرامج. يعني صعب قوي ان احنا نحدد برنامج حمايه، لكن خلينا اقول لك ان ده على حسب استخدامك. لو انت تستخدم حاجه قويه مثلا استخدم نورتون 5 لاير بروتكشن، 5 طبقات حمايه. لو انت بتستخدم حاجه اقل استخدم كاسبر انترنت سكيورتي، حاجه اقل استخدم افيرا. انترنت اكسبلورر ويندوز 7 عندي بيقفل بمجرد ما اضغط على تسجيل الدخول لاحد المواقع، بيفتح الموقع عادي، بيكتب البيانات واضغط على تسجيل الدخول بيقفل. رشا يعني هتخليني ازعل، مفيش حد بيستخدم انترنت اكسبلورر. طب بجد والله عشان خاطر رشا انا هعمل ديسيبل، معلش انا اسف، هعمل ديسيبل وهرفع لك صوره. الصوره دي قمه السخريه، تمام. انا طبعا يعني حد بيحب مايكروسوفت قوي، بس معلش يعني الناس اللي معانا في ستارت ويندوز اغلى يعني، تمام. انا هحط لكم صوره في قمه السخريه، فمعلش سامحوني على ما الاقي الصوره ويا رب الاقيها، لان انا لو ما لقيتهاش هزعل. اهي تمام. البرنامج ده رائع في تحميل الدرايفز. ممكن الناس كلها انا عملت، معلش في حاجات كمان درايفر باك سولوشن افضل. تمام. شوفوا الصوره دي، انا عارف ان نور هتضحك على طول اول ما نحطها. بصوا يا شباب، معلش هعمل يعني زيبوا الشات مره ثانيه. قمه السخريه ده النهارده مكتوب على الصفحه الرسميه لمايكروسوفت اريبيا، انترنت اكسبلورر 11 اصبح متوفر على ويندوز 7، اكتشف الخصائص الجديده التي تقدمها انترنت اكسبلورر للمستخدمين. فواحد على لهم قال لهم انتوا فاكرين يعني ان الناس اول ما يعرفوا هيروحوا يجربوه؟ فردوا عليه قالوا لا احنا عايزينك بس تجربوا. يعني هم تقريبا بيتحايلوا على الناس يا رشا ان هم يجربوا انترنت اكسبلورر، فيعني من فضلك يعني استخدمي يعني فايرفوكس او جوجل كروم. يا ادمن انا اساسا شكلك فاتح من فايرفوكس او كروم، يعني هما بيقولوا انت اصلا فاتح من فايرفوكس او كروم، هزقوه بصراحه. يعني عامه يعني المشكله اللي في البتاعه ديت، ممكن تجربي ان انت تعملي ريجستر مره ثانيه. مين قال لك لازم تفتحي اكسبلورر؟ ده باي منطق يعني؟ يعني ايه بيانات الفلاشات يا نوح؟ العاب الفلاش. اوكي. ممكن تعملي تدخلي كده حركه ظريفه قوي، تدخلي على الداونلود مانجر، تمام، تيجي على الداونلود مانجر من قائمه الداونلودز، تمام، تيجي على اوبشنز، ومن اوبشنز هتروح على فايل تايبي، ومن فايل تايبي هتروحي تعملي مسافه وتكتبي اس دبليو اف، او تجربي تستخدمي برنامج اسمه سي فلاش. برنامج سي فلاش هيحفظ لك الموضوع احسن. انا اشاهد من الاكسبلورر. كويس، ده شيء مشجع، هيفرحوا بيك قوي. لا انت كده محتاجه ان انا ابص على الموضوع، فخلينا نشوف الدنيا في ايه. طيب اوكي ماشي، شوف الفلاش انت عايز تحملي ايه واضغط عليه داونلود. انت جربي سيف فلاش، انه في برنامج اسمه سيف فلاش كده ظريف، وينزل معاه الفلاش. احفظها امتداد MHT يعني ارشيف. لو انت بتستخدم فايرفوكس في اداه اسمها سيف MHT، بس ما اعرفش هو هينزل معاه الفلاش ولا لا. بس لا يعني انا احفظ صفحه عشان احفظ فلاش جوجل كروم التوب.
كل واحد ورأيه. مالها الصور اللي على الطبيعة؟ اه عندك أداة في افهم كي اي اي ايه نوع اللي ما جاوبتش عليه. هل في برنامج يحمل لي صور كتير؟ طب حضرتك ما تدخلي يا نوع على اي ويب سايت، اكتبي على جوجل باك جراوند، هتلاقي في مليون موقع بيديكي باك جراوند تقدر تحمليها صور طبيعية اللي انت عاوزاه. دي ممكن تستخدم نيرو الترا ايزو. ان شاء الله باذن الله هينزل كراك، عندك كراك الديفلوبمنت مانجر موجود على افهم كمبيوتر، كمان هينزل قريب قوي برنامج خاص بافهم اسمه اي دي ام سوليوشن، حلول كامله لبرنامج اي دي ام، سواء حلول المشاكل او تفعيل او تسريع برنامج التحميل نفسه. فانتظرونا ان شاء الله خلال اليومين الجايين، برنامج كان خلصان وعرضناه المحاضره اللي فاتت في ستارت ويندوز موقع افهم، حط له موقع افهم يا شباب. طيب يعني انت ممكن تستخدم، خليني اكتب لك مثلا الترا ايزو، ده ممكن يكون ظريف معاك، ممكن تستخدمه. ممكن تكتبي مثلا باكج باك جراوند باكج مثلا فور ايه فور ويندوز مثلا. بعشقه بعشقه الفرف بصراحه، عليه حركات كده. بنصح كل الناس تستخدم كده، يبقى في حاجه من حاجتين، يا اما انت دخلت على موقع ان ليجل مشبوه يعني زي ما بيقولوا ونزل ملف معين، فياريت تركبي انتي فيروس عندك تمام، يا اما في برنامج بيستخدم الكاميرا او بيفتح الكاميرا زي سكايبي او زي ياهو ماسنجر او ما الى ذلك. طيب حلو قوي، لا يبقى في مشكله عندك في الجهاز، وياريت بس تنزلي ويندوز جديد، او عامه تقدري تاخدي السكايب بتاعي تمام او الفيسبوك، وان شاء الله نقدم لك دعم مباشر للمشكله تمام. بس كده يعني ياريت تحاولي تتواصلي معانا بسرعه، لان يعني نوعا ما ممكن يبقى فيه هاك على الجهاز بتاعك، هاكر يعني. بس حطي شريط اسمر على الكام، ده يكون افضل بكتير، وركبي عندك انتي فيروس. هو ازاي انزل ويندوز من على افهم او ايه لينك؟ ادي العرض يا جماعه، دي العرض بتاع الويندوز يا نور، معلش استخدم العرض ده يا استاذ عماد عشان تنزل ويندوز. ان شاء الله نستنى العرض بتاعنا الجاي في افهم، لان ما عندناش تفعيل اوفيس حاليا تقريبا كل واحد. مفيش حاجه اسمها ويندوز بينزل بتعريفات يعني، لا مفيش حاجه اسمها ويندوز، هو بينزل بس بحاجه اسمها ديفولت عشان بس يدوب يعرض لك، انما لازم تنزلي تعريفات كارت الشاشه، تعريفات كارت الصوت، الحاجات دي كلها. جمانة او نور، احنا عندنا موضوع بيتكلم عن الباسورد الافتراضي للراوتر، باسورد الافتراضي للراوتر تمام. ياريت بس تحطوا لنا، معلش انا اسف. طيب بص يا احمد، انت عامل بلوك عامل بلوك للموضوع، فانت اقفل الفاروول، اقفل الفاروول اللي هو الجدار الناري عندك، ادخل على موقع الشركة ونزل التعريفات الخاصة بالمذر بورد بتاعتك. على السريع رأيك مايكروسوفت سكيورتي اسينشال؟ على السريع كويس، شيل الجافا وسطبها من اول جديد، او اعمل ابديت للجافا نفسها يا احمد. طيب ممكن الايميل بتاع حضرتك عشان التواصل، عشان المشكله معايا من اسبوع. حضرتك تقدر تكتب المشكله، انا ما بقبلش مشاكل على الخاص، انا اسف. تقدر تكتب المشكله في افهم كمبيوتر تمام، وهم هيساعدوك وانا هشوف المشكله ان شاء الله. استخدمي برنامج ضغط يا نوح، عندك طريقه ضغط اسمها وينرير مش بيجيب نتيجه كويسه. طيب في برنامج تاني، ثواني اجيب لك اسمه. نور انت معانا؟ البرنامج اللي كان بيضغط مور كومبريس كان بيضغط، وكان اسم الضغط بتاعه مميز قوي. ثواني كده يا جماعه، ثواني اجيب لكم اسمه. ممكن تستخدمي وينزيب او تستخدمي البرنامج التاني، انا مش فاكر اسمه، لكن كونتاكت معايا على كونتاكت معايا على الفيس ان شاء الله وانا اديك اسمه. لا كان في برنامج كده مميز، لا محتاج اجيب اسمه لان انا كمان ما ينفعش انساه. عامه الناس تحط استفساراتها علشان اقدر اتابع معاكم. SFX Compress، you are here يا نور، يعني بصراحة منقصت دايما SFX فعلا. تقدر تستخدم SFX Compress، ده برنامج مميز جدا بيضغط أحجام كبيرة قوي. ده موضوع بيتكلم على ازاي تحصل على ازاي تحصل على تعريف خاص لجهازك. يلا معلومة ماشي، مين يعرف 7 up؟ ليه سموها 7 up؟ طب كويس نشرحها للناس اللي مش عارفة. كانوا قاعدين في اجتماع تمام، بيختاروا اسم المنتج الجديد علشان ينزلوه، فواحد يعني الناس كانت بقى ايه مثلا ديليشز ليمون، واحد كتب مثلا درينك ليمون حاجه كده، ففي واحد قال درينك تمام درينك ناتشرال ليمون،
في واحد كتب drink natural lemon، تمام، بس كتبها بالاختصار، يعني كتب اول حرف دي ان ال، تمام، واداها للمدير كده بالمقلوب، فالمدير قرأ 7 اب فقال حلو 7 اب ده مبتكر، يعني بدل drink natural lemon قرأ 7 اب، يعني هو بيقراها من فوق، فعشان كده سموه 7 اب. اس اف اكس كم، لا عامة اكتبي اس اف اس اس اف اكس وهو هيطلع لك البرنامج. كومبايلر، لا مش كومبايلر، انا هسحب، شكر ليك يا نور. اس اف اكس بس، كومبايلر دي حاجة تانية خالص. اوكي طيب، احنا كده خلصنا تقريبا وقت الاسئلة بتاعتنا. كنا النهاردة بنتكلم على العرض الخاص بالسيفيشنال، وكان الشعار بتاعنا Use CCleaner Professional as a Professional، استخدم برنامج CCleaner الكامل كمحترف. ان شاء الله تلاقوا العرض مميز ليك، وان شاء الله تلاقوا الموضوع مميز. نتمنى دايما محاضراتنا، ونتمنى دايما المواضيع اللي بنطرحها في Start Windows تكون مميزة ومفيدة بالنسبة ليكوا. نتمنى دايما تتواصلوا معانا باقتراحاتكم باستفساراتكم، عشان دايما هي المحرك الاساسي لينا اللي على اساسها بنختار المواضيع. تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق الفان بيج بتاعتنا اللي موجودة على الفيسبوك، تقدروا كمان تتواصلوا معانا وتشتركوا على اليوتيوب تشانل، او تعملوا لنا فولو على تويتر اكاونت بتاعنا. كل الحاجات دي اتحط لكم دلوقتي. واستفساراتكم او اقتراحات تابعونا دايما على افهمكمبيوتر.com او افهمكمبيوتر.net. دايما في انتظار اقتراحاتكم واستفساراتكم. كان معاكم اخوكم عمرو سليم، السلام عليكم.